أول ما تسمع الاسم ده بيجي في بالك مناظر طبيعية خلابة. لبنان مساحة أراضيها بتبلغ أكثر من 10,000 كيلومتر مربع، وموقعها الجغرافي في الشرق الأوسط، تحديداً في غرب القارة الآسيوية. ونظراً لجمال ثروات لبنان وموقعها المتميز، كانت دايماً مسرح لحضارات كتير قوي، وموقعها المتوسط من أهم الأسباب لتنوع الثقافات فيها، وده ليه تأثير لحد النهاردة على اللبنانيين بشكل عام. عاصمتها مدينة بيروت، واللي تم إنشائها من حوالي 5,000 سنة قبل الميلاد. وسبب تسمية لبنان بيرجع لكلمات كتيرة جداً، زي كلمة لبن السامية بمعنى أبيض، وده بسبب لون التلج الأبيض اللي بيتراكم بكثافة فوق جبالها، وكلمة اللبني بمعنى البخور أو شجرة الطيب، وده بسبب طيب ريحة أشجارها وغابتها. لبنان بتتمتع بمعالم سياحية كتيرة تاريخية وأثرية، زي قصر سرسق الأثري من سنة 1910، وأبراج الواجهة البحرية اللي بتعرف باسم أبراج المارينا، وبرج ساعة الحميدية من سنة 1919.